أعلنت صحيفة الواشنطن بوست اليومية الأمريكية أن عدد العاملين في فريقها التحريري سيرتفع إلى مستوى قياسي سيتجاوز 1000 صحفي بعد استحداثها مكاتب في أوروبا وأسيا. تأمل الصحيفة في زيادة عدد المشتركين في نسختها الإلكترونية ومنافسة نيويورك تايمز التي تضم فريقا لا يقل عدده عن 1700 صحفي. يأتي ذلك فيما تعاني الصحف الورقية من تراجع العائدات وتدني المبيعات في ظل منافسة شرسة مع منصات التواصل الاجتماعي. وفي مصر أعلنت هيئة الصحافة تحويل 3 صحف ورقية إلى إصدار إلكتروني. أما في السعودية فقد دشنت جل الصحف مواقعها الإلكترونية منذ بداية الألفية الجديدة، والسؤال هل هذا هو التحول الرقمي المقصود لدى هذه المؤسسات الصحفية؟ ثورة تقنية وتحليلات تنبؤية وذكاء اصطناعي وعلماء بيانات مختصون بدراسة السلوك. في الوقت الذي يتنافس به العالم للوصول إلى المستخدم، ما زالت المؤسسات الصحفية في معزل عن سوق المنافسة، على الرغم من تحولها الرقمي المبكر منذ مطلع الألفية الجديدة. إلا أنه وبعد نحو 20 عاما ما زال مفهوم التحول الرقمي مختزلاً على موقع إلكتروني وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، تحول لا يتكيف مع متغيرات العصر وعقلية القارئ الجديد، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الموضوعات من خلال محركات البحث. من جانب آخر، التحول الرقمي تحول في المنتج الصحفي والعقل الإداري والشكل الاقتصادي، واقتصاد الاشتراك هو النموذج الأفضل للمؤسسات الصحفية بحسب مختصين، لا سيما في ظل التفضيل المتزايد لهذا النموذج من قبل المستهلكين. فبدلا من صندوق حديدي يعطي القارئ نسخة ورقية كل يوم، اشتراك بمبلغ رمزي يقدم ثروة معرفية نوعية قائم على العدد الأكبر من المشتركين، والذي يأتي من خلال المحتوى الصحفي المتفرد. أهلا بكم مجددا، وارحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الأحمد. أهلا بك. موضوع التحول الرقمي بالنسبة للمؤسسات الصحفية السعودية، هل هو مفهومه، هل هو التحول إلى وضع صحيفة إلكترونية أو نسخة ورقية إلكترونية من الصحيفة؟ وصلى الله وبارك. التحول الرقمي في أي صناعة هو تحويل نموذج الأعمال البزنس موديل إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية. ويشمل ذلك تصميم المنتج وتسويقه وتقديمه وإدارة حتى الفريق. هذا في كل الصناعات. في الإعلام، أو خلينا نقول تحديدا في الصحافة، النموذج الصحافة المحلية، لا أعتقد أنه في صحيفة يعني قدمت تحول رقمي بالمعنى المطلوب. ما يقدم الآن أقرب وصف له هو رقمنة المنتج الورقي التقليدي، وجعله قابل للقراءة على الديف. بالضبط، يعني نفس العناوين، نفس طول المادة، نفس التصميم، نفس الكاريكاتير، نفس تقريبا نفس المنتجات، هي ثمة رقماتها. لكن لو حبيت تأخذ نماذج مثلا للتحول الرقمي الناجح محليا أو إقليميا، عندك الام بي سي في منصة شاهد، هذا نموذج للتحول الرقمي وفق يعني حتى متطلبات الحياة المستهلك الذي يعني تحول إلى نمط منسجم مع الأدوات الحديثة من هواتف ذكية أو أجهزة ذكية. عالميا عندك أيضا نيويورك، لكن تايمز ليست صحافة ورقية، لم تكن في يوم من الأيام. يعني ليس لدينا نموذج في السعودية كصحافة، لا يوجد نموذج للتحول الرقمي. عندك، وشفت أنت ذكرت في مقدمة الحلقة عن نيويورك تايمز وواشنطن بوست الآن. أيوه، نيويورك تايمز يعني أرقامها أكبر عالميا، هي الأفضل. يعني أنت عندك حوالي وصلوا 7.5 مليون مشترك. المشتركين الذين اشتركوا في منتجات غير تقليدية اللي هي وصفات الطهي والألعاب والكلمات المتقاطعة وصلوا 1.6 مليون.
بينما المنتجات الإخبارية تقريبا 5 مليون والمنتج التقليدي الورقي ما وصل مليون، حوالي 800 طيب ألف. لكن هناك دفع مقابل القراءة بالنسبة لنيويورك تايمز وغيرها من التجارب العالمية. شاهد أيضا. هل لدينا، أنا أركز على الصحافة الورقية مشي أو الصحافة، هل لدينا محتوى مغري يمكن أن يشفر أن يدفع في مقابل قراءته؟ حاليا يعني صعب تقول لدى وسائل الاعلام منتج مغري انه الصحيفه يعني او المشترك يتقدم يدفع مقابل يحصل على هذا المنتج. يعني وسائل الاعلام او المؤسسات الصحفيه الاعلاميه يعني تراجعت في قدراتها وتراجعت قدراتها البشريه وقدراتها على انتاج ماده مغريه في السنوات العشر الاخيره. فاذا بتقول حاليا لا، تقريبا لا يوجد يعني معظم او خلينا نقول غالبيه المحتوى تجده اما هو بيانات من المؤسسات الحكوميه او الخاصه، وبالنادر تجد يعني حوار خاص او قصه جاذب. موجود ولكنها اقصد قله يعني ليست لا يمكن البناء عليها او التعويل عليها. تحتاج الى تطوير. يعني يوجد محاولات ممتازه في الصحف السعوديه حاليا ولكنها لا اظنها قادره على انها تدفع شخص الى الاشتراك بمبلغ يعني يمكن يصنع سأحاول عودة لموضوع تطوير المحتوى وما يلزمه. لكن على الجانب الآخر هناك الصحافة الإلكترونية ومن يسمون أنفسهم بالصحافة الإلكترونية ولديهم مواقع ولديهم حسابات على السوشيال ميديا ويقولون بأنه نحن سحبنا البساط. هل فعلا لدينا صحافة إلكترونية بالمعايير العالمية الموجودة العلمية وما هي مصادر الأخبار بالنسبة لها؟ يعني أنا أولا أتحفظ على الصحافة الإلكترونية لأنه الصحافة مهنة، فلا يوجد صحافة إلكترونية وصحافة ورقية وصحافة تلفزيونية. الصحافة هي الصحافة سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو على الصحف. أو الصحافة هي مهنة باقية، ما بقي حاجة لوجود منتجاتها. نقدر نسميها الوصف الأدق هو الصحف الإلكترونية أو مواقع إخبارية إلكترونية. يوجد نماذج ناجحة ولكنها قليلة جدا. يعني أنت تحدثت على إحصائية قديمة حوالي 1500 صحيفة، أكثر من هذا لابد الآن، مرخصة من وزارة الإعلام، ولكن الصحف الجيدة يعني عندك قلة، ما ودي نذكر أسماء ولكنها ثنتين ثلاث يعني اللي هي من 1500 من 1500 ولا 1500 هذه إحصائية قديمة عندي مشكلة مع الأرقام، أتوقع أنها ارتفعت. طيب ما هي مصادر الأخبار بالنسبة لها هذه الصحف الإلكترونية التي تدعي بأنه أصبحت صحيفة يعني تنافس الصحيفة الورقية الرسمية؟ باستثناء صحيفتين تقريبا أيضا بدون ذكر أسماء أو ثلاث صحف حتى لا يغضب علينا. أيوة، بدون ثلاث صحف إلكترونية ما لأحدها وأرقام وسابق يعني سابقة عندها عدد كبير من المتابعين، ورغم انها قادره على انها يعني تطور منتجاتها بشكل اكبر، عندها 13 مليون متابع، ولكن البقيه يعني هم يعني بالضبط ينقلون الاخبار من الوسائل من الصحف التقليديه والورقيه ويدعون محاربتها. في النهايه المصدر هو الصحافه الورقيه، وقد تنسب حتى المقالات لاشخاص غير الذين حتى المواقع، يعني مو فقط بس هذه المؤسسات، في مواقع اللي هي المنصات اللي هي الاجريجيتور اللي هي تجمع الاخبار، ايضا ما ودي اذكر الاسم لكن مشهور الموقع اللي هو يجمع كل الصحف، ياتي من كل الصحف ياتي بالاخبار ويرسلها عواجل. المشتركين فيه والمتابعين له اكثر اضعاف الصحف، ولكن هذا يقودني للسؤال، لماذا المؤسسات الرسميه الحكوميه اصبحت تعتمد على مثل هذه المواقع الاخباريه او تجميع الاخبار وفي محاولة للوصول إلى المواطنين أو المستفيدين من خدماتها؟ هل هذا عمل جيد مهنيا؟ يعني في دوافع تسويقية للموضوع لها مبرراتها، يعني الاعتماد بعض الوسائل أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة على، خلنا نقول نفرق بينها، في مواقع إخبارية على تويتر ومنصات التواصل ليست صحف، يعني ليس لها موقع إلكتروني ومعروف هويتها، هي مواقع إخبارية مليونية ولكن ليس لها يعني وليست موثقة حتى غالبها، تستخدمها ولكن لها مشاهدين لها متابعين مليونيين، فتجد الجهة الحكومية أو الشركة تعتمد عليها في التسويق لأن عدد متابعينها كثيرين، حجم الانتشار كبير وحجم التفاعل أيضا كبير.
هل هو عمل مهني؟ يعني في تحفظ على كون عمل مهني، أولا لأنك أنت تعتمد على حساب في منصة للتواصل الاجتماعي، والمنصة هذه أجنبية، يعني في أي لحظة ممكن هذا الحساب يختفي. لو علقوا الحساب اختفى كل المحتوى حقك إذا اعتمدت عليه بشكل مفرط. في أمثلة يعني معبر عن هذا الموضوع. أنت حساب الرئيس الأمريكي السابق بالضبط في شهر يونيو الماضي علق حسابه حتى العام 2023، وهو كان يعتمد بالدرجة الأولى طوال فترة الرئاسة. أيضا الرئيس النيجيري في شهر يونيو الماضي تم حذف تغريدة، كان في تغريدة في أحداث داخلية غرد، لم تعجب التغريدة إدارة منصة تويتر فحذف التغريدة، قام هو رجع حظر الموقع فرفعت عليه قضايا بحجة حجب المعلومات. فالشاهد من القصة أنه الاعتماد على وسائل التواصل والحسابات الإخبارية فيها بشكل مفرط ليس إجراء اتصالي مهني. طيب طالما أنه ليس مهنيا وهم يستقون الأخبار في النهاية من مصادرها الرسمية، سواء تلفزيونات حكومية أو وكالات أنباء أو صحف ورقية، الأنظمة والتشريعات الرقابة، موضوع حماية الملكية الفكرية للصحافة الورقية وللخبر فيها، منع موضوع القص واللصق هي. في الصحف الإلكترونية تحديدا، يعني الموضوع أشمل من كذا. أعتقد اللي هو خلينا نقول تقنين وتشريعات الخاصة بحفظ حقوق المحتوى الإخباري لوسائل الإعلام المحلية سواء صحف أو تلفزيونات، هذا موضوع يتصاعد عالميا وهو ترند عالمي يعني. وهناك 9 دول، في أستراليا في نموذج وأقر، في كندا تسير على نفس الاتجاه أنه بفرض رسوم أو تنظيمات تكفل أخذ مقابل من المؤسسات التقنية الكبرى مثل جوجل وفيسبوك مقابل أي محتوى إخباري ينشر عليها. لأنه ذكر يعني في رقم ذكره ضيفك أمس الأستاذ موفق النواصر كان معبر جدا، يقول أنه 80% من الإعلانات الرقمية تذهب إلى الشركات الأمريكية، فنحن نتنافس على 20%. هذا التباين الكبير يعكس أنه في أن هذه الشركات تحتكر الإعلان الرقمي. طيب وفي مقابل احتكارها لا تستفيد مؤسسات المجتمعات اللي تعمل فيها بأي شكل من الأشكال. وفي النهاية هي تأخذ الخبر من الصحف المحلية، هي ما تأخذ، هي هو المستخدمين يعني ينشرون. طيب. ينشرون الأخبار على هذه المنصات، ولكن لولا هذا المحتوى يعني ما جاءك المتابعة والتفاعل. لكن كان إشكالية في أستراليا، والمنصة تويتر وفيسبوك أوقفت الأخبار المحلية والاستعراض لها، وبالتالي خسرت مثل هذه المواقع الإخبارية المحلية. الآن هناك انضمام ربما من بريطانيا، من كندا، من الهند وحتى فرنسا، ودعم لأستراليا. هل تعتقد من مثل هذه القوانين ستصنع فارقا جداً بالنسبة للصحف الورقية ولغيرها من المؤسسات الحكومية الصحفية؟ حتما. بس بصحح معلومة أنه أستراليا البعض وقع مع فيسبوك وجوجل لكن ليست كلها. يعني في إحصائية نشرتها رويترز الشهر الماضي، 4 أخماس منتجات على إخبارية على فيسبوك هي منتجات لوسائل إعلام أو إخبارية محلية صغيرة. طبعا سيصنع فارق كبير. إذا ذكر الأستاذ موفق 80% قبل شوي، أنت تتكلم إذا قسنا أنه إعلان رقمي حول مليار، ما في أرقام رسمية لكن هذه أرقام تقديرية، فلو أخذت منها ضريبة بأي شكل من الأشكال 15 أو 10% أو 20%، هذه القيمة إذا وزعت على وسائل الإعلام ستكفل موارد يعني مستديمة، وموارد يعني تصنع الفرق وتصنع القدرة على أنها تحسن واقعها، تحسن واقعها. لكن ليس هذا، كان هناك دعم بصراحة، يعني كان هناك دعم حكومي ودعم مستمر حتى الآن، ولكن بين قوسين أنت لا تحيي الموتى. في النهاية هناك مشكلة في هذه الصحف الورقية، غير قادرة على المنافسة، غير قادرة على استثمار هذه الأموال. يعني العلاج مثل هذا الموضوع أعتقد أنه متاح إذا أنت وضعت خطة واستراتيجية حتى للدعم.
إذا سميته دعم، لكن أنا أسميه في جانب الإعلانات واحتكار الإعلانات. إذا حصلت على رسوم أو حصلت على حصة من هذه الرسوم، هذه حق من حقوقك باعتبار أنك أنت الطرف الآخر يحتكر الإعلان، واعتبار أنه أيضا يستهلك أو يسطو على المحتوى الإخباري للوسائل الإعلام. أنت إذا حصلت على مقابل فهذا جزء من حقوقك كمؤسسة صحفية، ويجب أن تستثمره بشكل أفضل. تستثمر حتى ممكن أنت أيضا ما تربط هذا الحصول على الدعم بخطة عمل تكفل تحول في منتجات وسائل الإعلام، منتج في مجالس إدارتها، مجالس تحريرها. فأنت تقدر تصنع هذا وتحافظ على المؤسسة، لأن المؤسسات الإعلامية هي أهم أصول في أي بلد. يعني وزارة الإعلام والجهات التشريعية للإعلام أهم أصولها هي المؤسسات الصحفية. يعني فغيابها خطير ومؤثر ولا يحتمل في أي مجتمع، وإدارتها أيضا يجب أن تكون بالكفالة. طبعاً أنا أشكرك أستاذ وليد الأحمد الكاتب الصحفي، شكرا لحضورك معنا وشكرا لوقتك. تعد فترة أحداث 11 من سبتمبر هي الفترة الذهبية لازدهار الصحافة الإلكترونية، وذلك بنقل صوت وصورة تلك الأحداث. الصحافة الإلكترونية متى بدأت؟ ما هي أهم المحطات التي مرت بها؟